من بوابة أخبار اليوم ننتقل مع حضراتكم إلى بوابة الأهرام، ومنها نقرأ خبر بعنوان وزير النقل انتهاء تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بالأسكندرية بطاقة استيعابية 12 مليون طن سنويا في 2022. شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع عقد التمويل المشترك لتمويل إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء الأسكندرية البحري بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وتحالف مصرفي يضم كل منه البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي بقيمة 5 مليارات جنيه. وعقب التوقيع أشار وزير النقل إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 7 مليارات جنيه، ويعتبر المشروع تجربة رائدة في مجال النقل البحري في مصر من حيث كونه الأول من نوعه لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض برؤوس أموال مصرية وبأياد مصرية. وتابع المهندس كامل الوزير بدأ العمل فعليا في المشروع مطلع العام الجاري، ومن المقرر الانتهاء منه نهاية عام 2021 ليبدأ التشغيل بداية عام 2022، مؤكدا أن الرؤية الاستراتيجية لوزارة النقل تتمثل في أن تصبح الشركة هي ذراع والاسم التجاري المصري العالمي القادر على الدخول للأسواق العالمية في مجال إدارة وتشغيل المحطات المتعددة.